جانا لكم تاني ومعايا ومعاك زي ما ذكرت قبل الفاصل كابتن احمد حسام ميدو. مساء الخير يا ميدو. مساء الخير يا كابتن. طبعا بعتذر لك وبعتذر الساده المشاهدين على التاخير. حادثه يعني. المهم بس انت تكون سليم الحمد لله. لا مش انا اللي عملت حادثه. الحمد لله. انبسطت في الجونه؟ طبعا. روقت دماغك؟ خدت لون والدنيا حلوه. خدت لون في يومين، انا بقالي شهر في اللون ده مش عايز. عملت في 3 ايام انت. طب طمنا عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله طبعا. مبسوط ومتضايق؟ لا مبسوط الحمد لله. عادي. الحمد لله. ايه؟ يعني بستعد للمهمة الجديدة. هتعمل ايه بقى قول الفترة الجاية؟ دايما عندك حاجات جديدة كل شوية كده. لا طبعا عندي مهمة صعبة جدا وهي مهمة قطاع الناشئين في نادي الزمالك. خلاص قبلت، بس الموضوع ده يقول لك قابل ما قابلش، انت خلاص. انا من ناحيتي طبعا قبلت، بس لسه هقعد مع المستشار مرتضى بكره. هعرض عليه خطه العمل في الفتره اللي جايه، لان قطاع الناشئين زي ما انت عارف يا كابتن حازم في نادي الزمالك محتاج ثوره. ومحتاج يبقى اتجاه من مجلس الاداره في الاستثمار داخل القطاع. وان يبقى في ايمان من مجلس الاداره، وده اللي انا هحاول اقنع المستشار مرتضى منصور بيه بكره. ان كل ما عندك اجتماع بكره معاه ان شاء الله. كل مليم بتصرفه في قطاع الناشئين هيرد لك ب10. ودي طبعا لونج تيرم انفستمنت او استثمار طويل الامد. فمحتاج لازم ان يبقى في توجه من مجلس الاداره ان يبقى في استثمار في قطاع الناشئين، سواء من شراء لاعبين صغار السن، من اول سن 14 سنه لغايه سن 16 17 سنه. يبقى في تغذيه جيده. يبقى في اقامه جيده للولاد اللي موجودين في النادي. لان زي ما حضرتك عارف طبعا كان في تدهور كبير جدا في كل الجوانب دي في الفتره الاخيره في النادي. فهعرض يعني انا عملت كده خارطه عمل او طريقه شغل المفروض نشتغل بيها. هعرضها على المستشار مرتضى منصور بكره. وان شاء الله يعني نقدر نوصل لاتفاق جيد. لان بكل صراحه عشان بصريح معاك، لو لقيت مفيش اتجاه جوه النادي ان في هيبقى فيه اهتمام بالمنطقه دي كويسة. هيبقى صعب جدا ان انا اقبل تولي المهمه. طيب خليني بس اما اتكلم معاك كده برضه، يعني لازم نشكر المساعدة على الفتره اللي قضاها في النادي برضه كمدرب. طبعا طبعا قطاع ناشئين، لانه عمل شغل كويس طبعاً. في ظل ظروف صعبه جدا جدا طبعا جداً. فبرضه عشان ندي الناس حقوقها، يعني ميدو عايز يعمل شكل تاني مختلف عن كابتن محمود، لان كابتن محمود برضه لا ما اقصدش بالكلام عشان ما انت عارف ممكن لا هو انا كلامي اللي اقصده يا كابتن حازم ايه، ان ما كانش في اي توجه من مجلس الاداره ان يبقى في صرف في الحته دي. يعني معانا مش معانا شديده في الموضوع ده فعلا. يعني مثلا ما فيش اتجاه ان انت تحسن السكن المبيت بتاع اللعيبه. سكن اللعيبه اللعيبه دي قعدت فيها لعيبه عظام. سكن طبعا طبعا قعدت فيه شويه، انت كنت تطلع بس شويه كده وتنزل. لا كنت بعمل معسكرات لفرقتي قبل ماتش الاهلي، يعني قبل ماتش الاهلي اعمل معسكر للفرقه كلها بتاعتي، وبنبات كلنا في السكن ونطلع على ماتش الاهلي. وانتوا صغيرين؟ واحنا عندنا 14 و15 سنه. يعني قعدت فيه بت فيه يعني. بت فيه يعني لعيبه كبار قعدوا في السكن. يعني انا كنت كابتن فرقتي، لما يبقى في هنلعب الاهلي تاني يوم كله. اروح من غير ما المدرب يعرف. أخلي كل الفرقه. لا والله. عامر صبري وامير عزمي لا قبل كده بقى كان لا انا بتكلم نادر السيد، الناس دي كلها عايشه. نادر وعبد الواحد وطارق السعيد طارق السعيد صح. ناس كتيره جدا. صبري، محمد صبري، وليد معاذ، يعني مصطفى ابراهيم طبعا. طيب ايه الحاجات اللي انت شايف اول ما هتمسكها في قطاع الناشئين لازم هتعملها على طول؟ يعني سيبك بقى من الفلوس، لو في فلوس وكل حاجه. اول حاجه ايه اللي هتعمله مختلف عن الموجود حاليا؟ اول حاجه يجب تقليص عدد فرق الناشئين. لازم يبقى في 3 فرق في الناشئين بس. كم وكم وكم يعني؟ يعني اللي هو الفرق اللي بتلعب قطاعات. يعني انا مش معترف بدوري منطقه الجيزه مع كل احترامي. بدل ما تصرف فلوسك على 6-7 فرق، يبقى تصرف على 3 فرق بس، ويتم ضم الفرق اللعيبه المميزه، يتم ضمهم على بعض. سيتم النزول بعامل السن في المدربين لاعداد جيل جديد من مدربين داخل نادي الزمالك. ودي مشكله كبيره جدا كانت بتواجهنا. هيبقى في مدرب لياقه خاص بالناشئين ومساعد ليه. هيبقى في دكتور تغذيه خاص بالناشئين. الفتره اللي جايه ان شاء الله نادي الزمالك هيشارك في بطولات في اوروبا في السن بتاعهم. يعني لازم في الموسم يكون نادي الزمالك مشارك في دورتين او ثلاثه، واحده في الخليج وواحده في اوروبا. هنعمل ان شاء الله معايشه للمدربين بتوعنا في اوروبا، ان هم يطلعوا في الصيف يقعدوا اسبوعين. يعني عندك نيه مثلا كل سنه، كل سنه يطلع 3 او يطلع 2 ودكتور.
يعني واحد بتاع علاج طبيعي فيزيو يعني. لان الحته دي برضو عندنا مش عندنا بس في مصر كلها قليله جدا. ف هنعمل ان شاء الله شكل مختلف. مش خايف تروح قطاع الناشئين تبعد عن المدير الفني والناس يقول لك ابعد عن يبقى مدير فني؟ لا وانك تفقد اللي انت عملته في انك تبقى اسرع مدير فني ياخد بطوله الناس تنسى. لا انت قصه بالنسبه لك بتبقى استابليشمنت او انت ازاي انت خلاص حطيت ستيتمنت ان انت مدير فني. انا شايف انها بترجع لورا شويه. لا ما هي دي النقطه المهمه جدا يا حازم، ان نقطه التعامل زي ما انت عارف حتى في اياكس مين اللي ماسك الناشئين في اياكس؟ دينيس بيركامب، جاكس فورت كان مدير قطاع الناشئين. فدي هي شغلانه مختلفه. لكن انا خلي بالك انا مهم جدا بالنسبه لي ان انا احصل على الرخص التدريبيه بتاعتي الكوتشنج بادجز بتاعتي الفول لايسنس. هتعملها السنه دي؟ هعملها السنه دي ان شاء الله. بدات اوريدي كونتاكت بالاتحاد الانجليزي والاتحاد ويلز واتحاد الويلز يعني، وهشوف ايه افضل طريقه ان انا اخد بيها. هتعمل رخص ولا هتعمل شهادات تدريبيه يعني؟ ولا هتعمل رخص ولا هتعمل يعني معايشات تدريبيه؟ لا لا وحاجات فنيه. لا لا مش هتعمل. انا مش محتاج معايشة. انا مش محتاج معايشة لان انا بس الكوره كل شويه بيحصل فيها مستجدات تحب تروح تشوف. لازم اخد الرخص لازم يعني لازم في الويفا لازم اخد البي الاول وبعد كده وانا معايا البي اقدر اشتغل. تشتغل بقى وانت معاك البي الايه تعملها براحتك. الايه ممكن تعملها في سنتين ثلاثه مش مشكله بس لازم يبقى معاك البي على الاقل. فالبي دي ليها كذا طريقه بتتعمل بيها. ان شاء الله في خلال يعني الست شهور الجايين اكون حصلت على البي باذن الله. هل في يعني في ناس تقول لك ميدو قبل الناشئين لان هو ما جاتلوش عروض من انديه تانية يعني ما جالكش عروض بعد ما الزمالك؟ هو حتى لو ما جاتليش عروض يا كابتن حازم ما كنتش لو انا مش عايز اشتغل شغلانه الناشئين ما كنتش اشتغلها. لان الحمد لله انا راجل عندي شغل بره. يعني انا راجل شغال محلل وشغال في حاجات تانية كتيره جدا. قصه الناشئين دي انا بعملها حب في نادي الزمالك ان انا عارف ان انا الحته دي اقدر اطور فيها، اقدر افيد فيها النادي، اقدر ان انا اعمل شغل نادي الزمالك استفيد منه في ال 10 15 سنه جايين. يعني الحمد لله عدد اللعيبه اللي انا طلعتهم للفريق الاول وانا متولي الاداره الفنيه للفريق الاول. اللعيبه دي هتوفر على نادي الزمالك ملايين. لعيب زي مصطفى فتحي، لعيب زي اوباما، زي ياسر ابراهيم، لعيب زي شيكا، كل اللعيبه دول الحمد لله انا كان ليا دور رئيسي في ان هم يظهروا للنور ويظهروا لجمهور نادي الزمالك وجمهور مصر كله. اللعيبه دي هتوفر على نادي الزمالك ملايين الجنيهات. فدوري الفتره اللي جايه ان انا اهيئ لحسام حسن عدد لعيبه كافي كل سنه على الاقل 3 او 4 لعيبه ان هم يبقوا جاهزين للمشاركه مع الفريق الاول. وعندنا فكر تاني جديد جوه نادي الزمالك برضو كابتن حازم ان احنا كل سنه على الاقل لازم نجهز لعيب يقدر يكون يسافر الاحتراف الخارجي. ودي نقطه مهمه جدا لان اللعيب لو سافر لعيب واحد من عندك بس هيقدر يغطي كل الكوست او كل التكاليف او كل الفلوس اللي انت تصرفها على القطاع كله ممكن تجيبها من لعيب واحد بس. ان انت حتى لو هتاخد فلوس قليله دلوقتي لكن تاخد 25% و30% من الترانسفير اللي بعد كده. والاتحاد الدولي بيسمح لك لغايه الترانسفير الثالث. فممكن تفضل تاخد منه فلوس زي ما مقاولين بيعمل كده، زي ما مقاولين بيعمل وام بي بيعمل. زي كانت كانت قبل كده بتتعمل بطريقه غير مباشره. كان زمان بياخدوا 7% من الانتقال الترانسفير اللي بيتعمل ويتوزع على الانديه اللي اللعيب لعب فيها. يعني انا نادي الزمالك هناخد منك كتير. لما انا رحت مارسيليا ياخد فلوس، لما انا رحت روما ياخد فلوس، انا رحت اياكس ياخد فلوس. دلوقتي السيستم اتغير. دلوقتي بيديك حق لغايه ثالث ترانسفير. طيب ميدو يمكن يعني كلام كتير قوي عن الناشئين وان انت اشتغل في الناشئين. خلينا نتكلم على الدرجه الاولى شويه. يعني في ناس تقول ان كان يعني كان كابتن احمد حسام بيقول لي من كام يوم كان معايا هنا قال لي ان انت كان متفقين ان انت كابتن احمد حسام احمد سليمان احمد سليمان احمد سليمان بتاعت الدايركت كتير. قال ان هو اتفقوا معاك ان بعد الكاس او قبل الكاس خلاص وانت قلت لهم اوكي انا ما عنديش مشكله في الكلام ده. كنت عارف ان انت ماشي بعد الكاس ولا فوق؟ لا ما اتفقتش. يعني قال لي ان انت دخلته وقعدته خاص واتفقوا ان انت مش هتكون موجود قبل الكاس وعندها هم اتفقوا. مستشار مرتضى قال لا هتكمل امينه معانا. لا هم انت كنتش تعرف خالص. لا لا هم انت عندك خلفيه عن لا انا كنت عارف ان انا همشي. ليه بقى؟ عارف لان عارف ان في مفاوضات مع حسام حسن من 3 شهور. عارف طبعا. وكل كلمه كانت بتتقال في المفاوضات كنت عارفها. لكن انا دوري ان انا افضل موجود في المكان اخدمه. طب انت ما اتضايقتش لما حسيت ان هم بيتفاوضوا وانت موجود؟ هي دي الكوره يا كابتن حازم في العالم كله. هي دي الكوره في العالم كله. المجلس شايف ان ميدو مش هو الراجل المناسب في المرحله اللي جايه. شايفين ان حسام حسن هو الراجل المناسب. هم بيتفقوا معاه بيحضروا له بيحضروا سيناريو بشكل معين. وانا عندي شغل واحد بس ان انا اركز شغل في المكان ده. بعد كده طب ما سالتش انا ليه يا جماعه انا سمعت كذا كذا كذا
إيه لا 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 ما ساعدش. لا 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 يمكن انا ما كان لا يمكن اسمح لاي حد ان هو يخرجني بره تركيزي. طبعا. انا كان عندي هدف واحد بس هو الحصول على بطوله كاس مصر قبلها طبعا الحصول على بطوله الدوري، وانا شايف ان احنا كنا سايقين الحظ بشكل كبير جدا في الدوره الرباعيه، لكن ان احنا نلم الفرقه ونحصل على بطوله كاس مصر وبعد كده المنافسه على بطوله افريقيا. لو كان الاهلي لعبك في الفاينل كنت هتخسر برضه ولا كنت هتكسب؟ لا كانت هتبقى ماتش بحسابات مختلفه لان في عامل نفسي كنت فيها ساعتها، في عامل نفسي مهم جدا. يعني ماتش الاهلي والزمالك اللي الزمالك كسب، الاهلي كسب فيه الزمالك 1-0 اللي فات ده، نادي الزمالك الافضل بكل المقاييس بدنيا وفنيا وتكتيكيا وكل حاجه، بس مفيش فرص كتير على الجول. ما هو ماتش مفيش فرص لان النادي الاهلي كان مقفل. النادي الاهلي لاول مره في حياتي اشوف النادي الاهلي بيلعب الزمالك بيلعب بثمانيه لعيبه واقفين. احمد فتحي ما عداش نص الملعب، صبري رحيل ما عداش نص الملعب. ده الشكل اللي كان بيلعب بيه كابتن فتحي وهو شكل بس جاي. على فكره الشكل ده شفناه في كاس العالم كل الفرق تمام بتلعب بيه وانا لعبت بيه ماتش سموحه او انت لعبت ماتش سموحه يعني صح. مش معنى كده ان هو لعب بشكل غلط، لكن هو ده الشيب اللي لعب بيه، هو لعب عارف ان امكانيات لعبته هو ده اللي لازم يلعب بالشكل ده ويستغل الاخطاء الدفاعيه والمساحات اللي ممكن نادي الزمالك يخلقها له. لكن طبعا كان في سوء حظ كبير جدا، اون جول هدف دخلناه في نفسنا وبعد كده ضيعنا ضربه جزاء في الدقيقه 70. انا شايف لو كنا احرزنا ضربه الجزاء دي كنا هنقدر ان احنا نكسب المباراه، لكن كان هدفي الرئيسي زي ما بقول لك كابتن حازم ان انا ازاي ان انا احافظ على قوام الفرقه ان انا اقدر اكسب بيه كاس مصر حتى لو بولاد صغيره، واتخذنا قرارات صعبه جدا في وقت قصير جدا بعد ماتش سموحة. وقدرنا الحمد لله ان احنا نفوز ببطوله الكاس وقدرنا ان احنا نبقى يعني ما زلنا في المنافسه على في بطوله افريقيا. لما عرفت ان حسام جاي وجي خلاص، هل كلمك حسام قال لك انا جاي؟ قال لك ميدو هارد لك؟ قال لك ما انا مع يعني ما فيش اي انتوا صحاب يعني؟ لا لا ما فيش، بس يعني انا دايما ما بقفش عند الحاجات دي غير انا حسام حسن ممكن يكون شايف ان لو كلمت ميدو احطه تحت ضغط بعد ما مشيت ممكن يبقى شيء ممكن يبقى مكشوف مكشوف يعني انت عارف حسام. انما بالنسبه لي الحاجات دي ما تضايقنيش ابدا، لان دايما لما اجي اتوقف مع حد على حاجه اتوقف على حاجه مهمه. يعني بالنسبه لي حته ان هو يكلمني او ما يكلمنيش يعني مش قصه مهمه. شايف ان اختيار صح ان حسام حسن يجي يمسك نادي الزمالك؟ طبعا يعني مش اختيار ان هو يجي بديل ليا مش بديل ليا، لكن لو في مدربين مطروحين 3-4 مدربين اعتقد ان حسام حسن لو كنت كملت السنه الجايه الموسم كله من اوله ما جيتش زي نص الموسم كنت هتاخد الدوري يا ميدو؟ شايف تبقى احسن بكتير كابتن حازم؟ كنت هبقى افضل طبعا مع اللعيبه اللي جت مع القرارات اللي اللعيبه كلها انت اللي قايل تيجي. كلها بلا استثناء كلها، واللعيبه دي هيبقوا مفيدين جدا طبعا لنادي الزمالك. اللي انا كنت عايز اقول لك عليه ان في اي حته في الدنيا زي ما انت عارف ان اي مدرب بيتحاسب على موسم من اول موسم هو يشتغل فيه. لكن رغم ذلك حتى ان انا مسكت في وسط الموسم ان احنا قدرنا نحصل على البطوله في ظروف صعبه جدا وبطوله مهمه شارك فيها كل الانديه المصريه. ولعبنا مباراه انا في رايي ان هي احد اهم مباريات نادي الزمالك في ال 10 سنين الاخيره، مباراه سموحه. مباراه تكتيكيه من على اعلى مستوى وفنيه على اعلى مستوى، قدرنا نحصل على بطوله مهمه جدا. ميدو احنا بيمشي ساعات في حاجات ممكن التصريح يبسطك وفي تصريح يضايقك شويه، من غض النظر من مش لازم حد معين، ايه اللي بعد ما مشيت لقيته مكتوب حسيت انك كويس مبسوط منه وايه اللي حسيت انك انا كنتش متوقع ان حد يقول عليا كده؟ لا الناس كلها الحمد لله في نادي الزمالك اتكلمت عليا بشكل جيد. كل الناس اتكلمت على التطور اللي انا عملته في نادي الزمالك في خلال الفتره القصيره اللي انا مسكتها. اتكلمت على اخلاصي في العمل ودي نقطه مهمه جدا، ان انا ابقى شغال مع ناس ان الناس تابريشيت او الناس تقدر ان انت راجل مخلص في عملك. وكل ده المجلس ابرزه وكل الناس اللي كانت شغاله حواليا كانت عارفه الكلام ده بشكل جيد جدا. وانا حازم زي ما انت عارف انا اخلصت في كل دقيقه اشتغلت فيها في نادي الزمالك، في بعض الاوقات كنت موفق وفي بعض الاوقات ممكن يكون خني التوفيق. لكن بالنسبة لأول تجربة ليا أنا راضي تماما عن التجربة وشايف إن الحمد لله أنا خرجت بيها بمكاسب كبيرة جدا وبخبرات كبيرة جدا هتفيدني في الفترة اللي جاية إن شاء الله. إيه أبرز القرارات اللي كانت حاسمة في مشوار قعدت 6 شهور مين تقريبا ولا كام؟ 6 شهور. إيه أبرز قرارات خدتها شايف إن هي لو رجع بيك الزمن هتاخدها تاني ولو رجع مش هتاخد حاجة منها مثلا؟ لا في قرارات فنية كتيرة، لكن إيه بس؟ قول لي كده، الناس تحب برضه الدواخل شوية الحاجات التفصيلات الصغيرة. لا هي كان في وقت من الاوقات انا كنت معتمد على اللعيبه اللي عندهم خبرات كبيره اللي انا كنت متخيل ان الخبرات دي هتغطي على المشاكل اللي هي كانت عندهم. مشاكل بقى دي اللعيبه مظلومه في النقطه دي. مشاكل تشتيت بسبب ان هو عارف ان هو مش موجود في الموسم الجديد، مشاكل مستحقات، مشاكل حاجات كتيره يعني جدا. هم لعيبه كبار لعب واحد لعيبه لا عبد الواحد لا عبد الواحد في قصه مختلفه. فتح الله ونور السيد وجعفر واحمد سمير لعيبه كتيره.
انت في وقت من الاوقات بتبقى متخيل ان خبراتك المفروض ان هي تغطي على التشتيت اللي انت فيه ده. لكن لو لعيب واحد مشتت جوه الفرقه ياثر على مستوى الفرقه، ما بالك لو اللعيبه دول خمسه او سته. كان لازم تاخد قرار في وقت من الاوقات، هل تكمل بنفس اللعيبه دول ولا تاخد قرار ان انت هتكمل بطوله الكاس هتكملها بلعيبه مختلفين. فده قرار انا شايف ان هو كان قرار سليم جدا من ناحيتي. الموضوع كله في التوقيت، هل كنت تاخد القرار ده قبل الدوره الرباعيه ولا تاخده بعد الدوره الرباعيه؟ لكن انا شايف تاخده بعد افريقيا، يعني في ناس برضو قالت البطوله افريقيا دي كان ممكن زي تعمل فيها حاجه، الاولى الماتش بتاعك ماتش مازيمبي وماتش فيتا الاخير مفيش لعيبه عندكم. طبعا هو موضوع، بس احنا ده كان اتفاق مع مجلس الاداره، ده كان تخطيط. يعني قالوا لك مش مشكله بتقول لا ما قالوليش مش مشكله، بس يعني بيبقى واضح. يعني انت النهارده لما تكمل البطوله في 17 16 او 17 لعيب بس، انت في مرحله تغيير اجيال. النهارده لما يكون انت في مرحله تغيير جلد بتضحي بحاجات معينه، يعني من كلامكم كان واضح ان واضح افريقيا إن مش من اولوياتها، يعني مش وده واضح. وده واضح من خلال التوقيت بتاع تغيير المدرب يا كابتن حازم. يعني النهارده التوقيت بتاع تغيير المدرب، ما قبل تغيير المدرب برضه اللعيبه، يعني انت عامل زي ماتش مازيمبي ما عندكش حد بره. انت قلت انا سمعت لك تصريح عشان ناوي كان ممكن لعيب راس حربه، ما خلي بالك ان برضو احنا تعرضنا لسوء حظ ان احنا حازم اتوقف، توفيق اتوقف. اللعيبه دي اثرت معانا بشكل جامد. لكن زي ما انت بتقول في اتفاق، في اولويات. يعني افريقيا خلاص السنه دي مش مهم السنه دي، من غير ما حد يوضح، لكن بيبقى واضح. يعني النهارده بتحضر لموسم جديد، رغم ان انا شايف ان نادي الزمالك كان سهل جدا ان هو يصعد لقبل النهائي. طب انت قلت حاجه مهمه جدا، قلت ميدو اللعيبه الاربعه دول كانوا يعني عشان تشتتهم ان هم مش لا مش اربعه مش هم بس يعني كده يعني بس هم كبار. بص يا كابتن حازم، هل في ناس قالت ضحيت بيهم بعد ماتش السموح؟ يعني ضحيت بيهم وشلتهم بره عشان يعني تلحق نفسك مثلا؟ في ناس قالت كده، انت تضحي بالاربعه دول وقلت ان هم دول السبب وهلعب بيهم؟ انا ما قلتش ان هم دول السبب. ايوه ضمنيا يعني لما انا شلتهم فهم دول السبب في هزيمتين. يعني لا انت بتاخد قرار، لا مش هم مش سبب في هزيمتين. انت بتاخد قرار يا كابتن حازم ان انت هل اكمل بشكل معين وان يبقى في معايا لعيبه انت عارف ان هم دماغهم مش معاك 100% و100%، ولا واخد الريسك ده، ولا اكمل باللعيبه فقط ايا كانت مين دول اللعيبه، باللعيبه اللي عارفين ان هم موجودين في نادي الزمالك السنه الجايه. ده قرار بتاخده. فكان القرار بتاعنا بعد ماتش سموحه ان احنا هنبدا من اول ماتش بتروجيت، ثالث ماتش في الدوره، وبعد كده كاس مصر ايا كانت ايه نتائجه. على فكره انا قلت كده للمجلس الاداره ان حتى لو وصلت نهائي كاس مصر هلعب بنفس اللعيبه، هلعب مش هغير السيستم. اللعيبه اللي معايا شيكا وباما مش هجيب حد جديد، مش هجيب حد كبار. طب يعني دول فنيا كانوا يقدروا يلعبوا، ولكن الحاجات اللي حصلت هي اللي خلت شكلهم يبقى كده مثلا، او لا شكلهم هم النهارده يا كابتن حسن انت بتتكلم في لعيب عارف ان هو مش موجود السنه الجايه. لعيب انا كنت اعلم تماما ان في اربع او خمس لاعبين بيتفاوضوا مع انديه اخرى وهو معايا، يعني اعرف ان فلان قاعد مع نادي كذا وعارف انا، لكن انا اللعيب ما بكلموش في حاجه لان هو انا عذره ان هو السنه الجايه عارف ان هو مش موجود وخلاص ناقص اسبوعين ثلاثه. لعيبه عليها ديون وعليها مستحقات بالثلاثه والاربع مليون جنيه، وبيحاول ان هو يحصل على مستحقاته ومش عارف يحصل على مستحقاته لفتره طويله جدا. كل الحاجات دي انت بتخليك تاخد قرار اكمل بنفس الشكل ولا اكمل باللعيبه اللي هي مركزه معايا 100%. انت قلت لي كل دول حاجه وعبد الواحد حاجه، ايه بقى عبد الواحد يعني؟ لا عبد الواحد كابتن نادي الزمالك راجل مهما كانت الضغوط اللي عليه ما كانتش مأثره على تركيزه، فبنتكلم على كيس تانية خالص. عبد الواحد كان مركز بشكل كبير جدا، كان في بعض الاوقات غير موفق، لكن في معظم الاوقات في خلال الموسم كان موفق. قبل الضربه الرباعيه كان كويس قوي فعلا، وفي حتى في ماتش الاهلي كان كويس. يعني عبد الواحد في ماتش الاهلي شالت كورتين ثلاثه اهداف حقيقيه. فبتاخد قرار. موضوع عبد الواحد بالنسبه لنا مختلف، ان انت قرار هل عبد الواحد ممكن يلعب معاك موسم كمان، ولا جه الوقت اللي عبد الواحد يبقى الحارس نمره 2 ويسلم الرايه لحارس تاني، وهل عبد الواحد يقبل بان هو يبقى الحارس نمره 2 ولا لا، ولو هو ما بيلعبش بصفه اساسيه هيصير مشاكل داخل الفرق، داخل غرفه خلال ملابس ولا لا. كل دي قرارات انت بتاخدها. ففي الاخر القرار اللي احنا كنا خدناه اللي احنا شفناه ان جه الوقت ان عبد الواحد لازم يسلم الرايه لجون تاني في نادي الزمالك، وده لا يقلل من شان عبد الواحد السيد في حاجه، لان انا في رايي ان عبد الواحد من اكتر الناس اللي خدمت نادي الزمالك، وفي وقت من الاوقات جاله فرص كتيره جدا انه يلعب في انديه اخرى وكان متمسك باللعب في نادي الزمالك. صح. هنطلع فاصل اميدو ونرجع نكمل حلقه معاك. دايما الواحد مستمتع مع احمد حسام والكلام بحريه وبشكل رائع دايما مع اميدو. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.